مساء الخير متابعينا، إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة لهذه الليلة ونهار يوم غدا. أجواء تكون بوجه عام باردة في العاصمة الرياض وغالبا صافية، درجة حرارة الصغرى 11 درجة مئوية. أمطار رعدية توقع أن تبدأ في شمال غرب المملكة، تشمل أجزاء واسعة من محافظة تبوك وتشمل منطقة حقل والوجه، ولاحقا تمتد هذه الأمطار إلى مناطق قريبة من الجوف. غدا تشهد مناطق مختلفة من شمال وغرب المملكة حالة مطرية تتمثل بهطول زخات رعدية من الأمطار تشمل الجوف والحدود الشمالية وسكاكا وعرعر، إضافة إلى مناطق واسعة في تبوك والأجزاء واسعة من المدينة المنورة وسواحل المدينة المنورة تحديدا مدينة ينبع. تمتد هذه الأمطار لاحقا لتشمل أيضا مناطق من القصيم وأكثر اتساعا باتجاه الشمال الشرقي لتقترب من رفحاء وحفر الباطن. مع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء تزداد تدريجيا فرص هطول الأمطار في مدينة جدة بمشيئة الله تعالى. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم غد والصغرى الليلة التي تلي القادمة وأحوال الطقس في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها في سكاكا 22.8 درجات مئوية مع فرص لأمطار رعدية، 23.7 في عرعر كذلك أمر مع فرص لأمطار رعدية، في تبوك من 22 إلى 6 درجات مئوية والأجواء مستقرة. المناطق الغربية للمملكة في جدة 34 إلى 22، المدينة المنورة 29-18، في مكة المكرمة 33 إلى 22، وفي الطائف من 23 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة تكون في جازان من 29 إلى 26 درجة مئوية، في أبها 21 إلى 10، وفي الباحة من 19 إلى 12 درجة مئوية. في الإحساء تكون 23 إلى 12، الدمام من 24 إلى 16 درجة مئوية، وتكون في حفر الباطن من 22 إلى 14 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة الرياض من 23 إلى 11 درجة مئوية، في بريدة من 25 إلى 13 درجة مئوية، وفي حائل من 25 إلى 10 درجات مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.